طب لما حضرتك تتهم بحاجات تشكك في يعني في نواياك التنويرية أو في أفكارك أو في مصداقيتك، ليه برضو ما بتردش؟ وأنا مش عارف يا منى، حد بيشكك في نوايايا؟ آه. لو أنا حلفت له على مصحف يصدقها ليه إذا كان مشكك نوايا أساساً؟ يعني رجل دخل قلبي وفتشه واطلع عليه وعرفه واتخذ مكانة يعني الملائكة وأدرك ماذا يدور في قلبي وأعلنه. فالمفروض مهما قلت ورديت عليه علاش ايه الراجل؟ خلاص الراجل مطلع على الصدور، انا هعمل فيه ايه؟ مطلع على النوايا فالراجل مطلع على الصدور، فيعني يعني ابعد كثيرا جدا من قدرتي على النقاش. من الاقنعه اللي حضرتك بتتهم بيها هي قناع الصاخب او الصخب في منشطاتك، في تصريحاتك، في الطريقه اللي بتقول بيها ارائك. انت بتقولي ايه عن الصخب بهدوء شديد الحقيقه يعني؟ لا هو يعني ما ظنيش انه مطلوب خالص الصخب، لانه الصخب لا يؤدي الى نتائج حقيقيه بل بيزاحم العقل يعني مثلا. انما المطلوب الجدل، والجدل قيمه مهمه للغايه، والبعض يتعامل معها باعتبارها وكانها يعني نقيصه. لا الجدل شيء مهم ومطلوب، الدجل يعني هو المفروض. اكيد يعني حضرتك بتقصد انه الـ الاراء والمنشطات تخرج من حضرتك بشكل جدلي، الصحافه بشكل يثير الجدل. الصحافه معتمده اعتماد كبير في عناوينها وانشطتها على اثاره الانتباه، على اثاره الجدل، على شيء من الغموض، على بعض الصدمه. دي الصحافه التي تقوم على العناوين اللي تفترض وتقتضي الجاذبيه للقارئ. وده مساله طبيعيه ومهنيه. طب حضرتك جداً. ما بتقلقش مثلا من فكره انه قد يكون الراي صائب وقد تكون المعلومه مهمه وضروريه ومطلوبه، ولكن اللهجه اللي اتقالت بيها تجعل الناس تنفر منها؟ ده مثلا حصل مع حضرتك كتير خصوصا في الاراء الدينيه. مش فاهم اللهجه بمعنى ايه يعني؟ هل المفترض بمعنى انه نفس الراي ينفع يتقال بطريقة زي السم في العسل فأقبلها، وينفع يتقال بحدة فيخضني وأنفر منه؟ أنا لا أسمم الناس، فلا يعني أعتقد إن في حاجة إلى عسل أو غير عسل، فبتختار الحدة يعني حتى لو ده رقم واحد. رقم اتنين إنه إحساسك بإنه اللهجة شديدة أو اللهجة قاسية أو صادمة نتيجة إن المضمون نفسه هو اللي بيقع في قلبك هذا الموقع الصادم، مش اللهجة. إنما أنا يعني لا أظن، وأنا بتكلم إن أنا يعني أتجاوز في أشخاص أو في أسماء أو في قيم أو لا في مش أخلاق. ده المقصود طبعا. ومن ثم أنت لهجتك حتى لهجة الحماس غير لهجة الانفعال، لكن عندما تكون اللهجة لهجة حضرتك حماسية عالية وممزوجة بالحدة، واحيانا والحده في مناطق زي ما حضرتك واحيانا بالسخريه وبالتهكم، واحيانا كتير بالسخريه وبالتهكم، وده جزء من منهجك واسلوبك في تقديم الراي. وده طب زي بقول لحضرتك انه نعم من المفترض انك تعمل ايقاظ، حاله من اليقظه. انا عمري 59 سنه ولا اريد شهره اضافيه، لا اريد، الله يحفظك، لا اريد واحدا اضافيا يعني يعرفني. مش لا يعني تريد. مش لا يعني تريد تريد وهنرجع لده. لا 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 يعني حضرتك تريد وهنرجع لده. أنا أريد للناس أن تقرأ، أن تعي، أن تتحاور. هو ده اللي أنا بقصده بالظبط. مش بقصد إنه لو كان أستاذ إبراهيم عيسى يريد للناس أن تعرف، مش من الضروري إن إحنا نكلم الناس بلهجة ما تخوفهمش، ما تخضهمش، ما تصدمهمش؟ يعني مش من باب أولى إن حضرتك تسترق سمعي واهتمامي فضلاً عن إنك تخدني وتنفرني وتخليني أطلع أجري؟ مش عارف لو الأستاذ نايم محفوظ سمع هذا السؤال قبل ما يكتب أولاد حارتنا كان كتبها ولا لأ. بس هي اتمنعت برضه. يعني هي برضه اتمنعت بالضبط. فيعني أقصد إنه لأ، يعني أنا من رأيي إنه واجب الأديب والروائي والمفكر وصاحب الفكر الذي يريد أن يقدمه للناس أحياناً أن يزلزل الأفكار القديمة لصالح الأفكار الجديدة، وهذا ما تعلمناه من أساتذتنا وأساتذتنا. أيوة بس هما ما كانوش بيخضوا الناس في آراء دينية وفي شخصيات. الدكتور يوسف إدريس خض الناس إلى حد أنه شيخ الشعراوي يعني هاجمه هجوما شرسا. الأستاذ العظيم أستاذنا أستاذ الكل، أستاذ الكل بالمعنى الحقيقي للكلمة يعني أستاذ توفيق الحكيم
كتب حديث مع الله فهز الكل وحصل صخب وجدل ونقاش و و و وفي الآخر خلاه حديث مع الله. لكن في المحصلة لا، هذه مهمة الكاتب، مهمة المفكر عندما يعني يتخلى عنها فيتخلى عن دوره. وبعدين هي فرض يعني فرض كفاية مش فرض عين، يعني مش ضروري إنه كل الكتاب يعملوها، يعني ممكن منهج. لا هي مش ضرورة طبعا، هو منهج في الآخر فرض كفاية طبعاً. لو فعله أحد لكفى الآخرين. طيب.